دارك براون اسود، يعني لازم يكون اللون لا دارك براون لا اسود، مش اسود حتى غامق غامق غامق، لازم يكون التتواج على لون الشعر وعلى لون الرموش، فهمتي علي كيف؟ لكي يتباهى. اما انت لما عملتي التتواج وقلب لون اخضر، المسح بده يغلبك شوي، فبدك ترجعي لمختص خبير تتواج اللي يقدر يمسح لك اياه ويقدر يعبي لك اياه بلون نفس الشعر. وبشكرك اخت ايمان وانا تحت امرك. نشكر اتصالك ايمان. وبسمه صباح الخير. بوليسيت صباحكم. كيفك؟ منورين الشاشه. تسلمي حبيبتي. من وين تحكينا بسمه؟ من عمان. من الشمساني. من عمان، اهلا وسهلا فيكي. شو بتحبي تسالي مسيو خليل؟ واول شيء بحكي لك كل عام وانت بخير. وانت بالف خير يا رب، بالصحه والسلامه. الله يسلمك. كل عام وانت بخير بسمه. اهلا فيك منور الشاشه مسيو خليل. الله يخليكي يا رب، ميرسي لك. عن جد انت جيت بوقتك. الله يخليكي يا رب. الله يسعدك يا رب. احنا دائما عندكم. الله يسعدك. انا قبل فتره عملت عندك تاتو، وكان وجهي يعني شعراتي هيك الحواجب خفيفات كثير، فعملت لي اياهم رسم يعني شو بدي اقول لك، بتجنن يعني. ريحتنا من هالالم وريحتنا من هالرسمات اللي عمالنا كل يوم بتتعبنا. عن جد انك يعني جيت بوقتك، فانا بشكرك مسيو خليل جدا جدا. وانا قبل العيد جيت عملت البشره عندك على فكره، عملت لي اول جلسه. والله انا مش متذكرك. عملت لي اول جلسه، لكن عن جد لحد الان وجهي مش معقول، يعني مش معقول جدا. فانا بشكرك مسيو خليل وجيت بوقتك. الله يخليك. وكثر الله خير الله اللي بعث لنا واحد زيك، يعني كلنا زي هالستات كله، يعني احنا لو كنا عرايس كان اجينا عندك، بس الحمد لله كنا خلصنا عرايس. ما تعمليها ما تعمليها كمان مره. من تنى دخل الجنة عادي عديها. يعني احنا بنيجي عندك كلنا كانه فعلا عرايس، بس في شيء ثاني. الله يخليك. يعني بشكرك بشكرك بشكرك. فأخت ان شاء الله قريب جدا حتيجي عندك، يعني من كثر ما سمعنا عنك شيء رهيب. بشكرك. انت فعلا رهيب مسيو خليل. شكرا لك بسمه وتابعينا. شكرا لكم. شكرا لكم على هالبرنامج اللي عن جد بفيد الستات. شكرا لك. شكرا. شكرا شكرا. بشكرك اخت بسمه وبشكرك على اتصالك كمان، وانا مجرد خدمة لإلك عم بقدمها، وإن شاء الله يا رب يعطيني الصحة لكي أعطيكي أكثر من هيك وأكثر من هيك لزبايننا والمشاهدين كمان. أكيد. للعرايس خاصة، وأنا مستعد لأي خدمة لكم، وأنا متواصل معكم. زي ما قلنا مشاهدينا خصومات، أو يعني خصومات من خليل السيد ل مشاهدين نورمينا. أي صبية بتروح شافت مسيو خليل عبر شاشة نورمينا تروح بعملها يعني أوفرات خاصة لمشاهدين نورمينا، لكل الصبايا اللي عم بيشوفونا عبر شاشة نورمينا. هلأ بدي نحكي عن التتواج. زي ما قلنا قبل شوي أنه الصبايا عم بيروحوا لإعلانات عم بيشوفوها، يعني مشكلة إعلان تعالي بسعر كذا، عم بيروحوا عم بيخربوا بشرتهم بالتاتول، عم بتغير لونه. والله خليني أدخل في موضوع، بس اسمحوا لي أعزائي المشاهدين أدخل عن الموضوع، أترك شوية العروس وأرجع لكم بعد العروس، وخليني بس مشكلة التتواج. خليني أشكر وزارة الصحة الأردنية وأشكر كل طاقم وزارة الصحة الأردنية على الجهود اللي بيبذلوها للي بنشوفها إحنا من مشاكل هالتتواج اللي بشوفها شخصيا أنا من هالزبونات اللي بتيجي لعنا اللي عندها مشاكل كتير كتير في التتواج. وأعزائي المشاهدين، يعني مش كل واحد مسك بعرف يشتغل تتواج تتو كذا بكذا بكذا وتتواج بكذا كذا. إحنا هون في المشكلة ما بعرفوا وما إلهم خبرة في هالتتواج، يعني مناش نضلنا نحكي إحنا في هالموضوع. هذا فعلا كتير كتير أساء لفكرة تعبئة إعلانات بالجرائد. واحد ما بعرف شيء، يعني يومين فتح محل وصار يشتغل تتواج، يومين فتح محل صار عنده يعمل الشعر، صار يحكي على المعلم الكبير، صار يحكي على المعلم كذا. هذا الحكي إحنا ما بدنا نحكي في هالطريقة هاي. لكن أنا بنصح لكل سيدة أردنية ولكل سيدات الوطن العربي اللي بدها تعمل تتواج، جيت بوقتك يا خليل. ومسيو خليل هو الأول في الأردن، أول من دخل التتواج على البلد، اشتغل فيه التتواج وعملنا عنه محاضرات كثيرة. وأنا بدي أوجه تحية للنقابة العامة لأصحاب صالونات التجميل اللي بتحذر دائما من مسيو إياد والإخوان دائما أعضاء المجلس عنا، انهم بيكتبوا كتابات ونشطين مع وزارة الصحة وبتابعوا الامور هاي لكي يمنعوا هالشغلات اللي ما إلهم
صلة فيها التجميل. ما في متابعة، ما في مراقبة مستر خليل على هالإعلانات. والله أنا بدي أشكر الدكتور قاسم رحلات، يعني صديق لنا في وزارة الصحة، والمشرفين إنهم عم بتعبوا عم بيجاهدوا لكي يمنعوا هالمشاكل اللي إحنا ما بنقدر نسيطر عليها. كمان يعني واحد بيمسك لي هالشنطة صار يدعو إلا على الأبواب، أنا بعمل كذا كذا كذا، أنا كفار، أنا كذا. طب يعني إحنا بدنا نحكي هذه حلقة كبيرة على المواضيع هاي. في مختصين، في ناس تعلمت، في ناس دفعت ثمن تعليمها، في ناس وقفت على الاستاج، في ناس اشتغلت، في ناس تعبت وهي تحاضر لكي تثبت جدارتها في الأردن إنهم معلمين وأوايا. الاسم بيحكي. وأنا شفتهم في مصر من المعلمين، وأنا كنت رئيس الفريق طبعا ورئيس اتحاد، وطلعت على الأشياء وشفت الشغل هيدا. مش الشغل إن أمسك هالجريدة إعلانية وأقول ياي بدي أروح أعمل عند هذا، أسأل عنه هيدا مين هو قبل ما أروح عليه، أسأل عن الشغل اللي بدي أشتغله صح. في كتير بغشوا بالشعر، بقول لك هذا الشعر سوري كتير، خليني أطلع شوية على الهواء وأفش اللي في قلبي عن جد. والله لك قلبي هديك المرة بطلع واحد ما بعرف الله وين حاطه، ما بعرف الدنيا. أنا كنت بباريس وهو علي بدناش نحكي، ما بعرف الطفيلة وين هو، كيف راح على باريس ما بعرف، ما بعرف حدود عمان وين هو، وين كيف راح على باريس ما بعرف، كيف راح على باريس هذا، أنا مش فاهم. قتل الكفير الفلاني من باريس وهو ما بعرف هالشي هيدا. يا عمي في علم، في ناس بتلاحظ هالشغلات هذه، ولاحظ ناس بتلاحظ أنه في فن، في علم، في تركيب الشعر، في العناية بالشعر، في العناية بالبشرة، في إخصائيين في التتواج، في إخصائيين في كل شيء لهالشيء هيدا. وبتمنى للكل أنه يتابع، لأعزاء المشاهدين، أنها تروح على واحد مختص ومعروف لدى الناس واسألوا عنه قبل ما تروح. يا ستة أنا كنت بدي أسألك سؤال بس فضل. بعد هالاتصال مستر خليل. ألو ساندي، صباح الخير. صباح الورد، كيفك؟ تمام الحمد لله. ساندي تفضلي، من وين تحكينا؟ انا من عمان. بس علينا صوتك لو سمحتي. من عمان، فيني احكي مع مسيو خليل؟ اكيد تفضلي. كيفك مسيو؟ احتراماتي ست ساندي، اهلا وسهلا فيكي. شو اخبارك؟ الله يحميك يا رب. كثير مبسوطه اني عم بحاكيك. الله يخليكي يا رب. مسيو انا هلا عرسي الشهر الجاي، فهيك شو بتنصحني اعمل؟ هيك حابه اكون عروسه بروفيشنال. وانت بروفيشنال الله يخليكي يا رب، اسم الله يحميك. بس علينا صوتك ساندي لو سمحتي. هيك تمام. اها عم بقول مسيو خليل. نعم نعم معاكي سامع. عرسي الشهر الجاي اكيد، بشو بتنصحني اعمل شعري ميك اب؟ طيب لازم تيجي على مسيو خليل اول شيء. بنقول لك شكرا ساندي. من هلا طالما عندك شهر لقدام لازم اعطيك النصيحه، كيف بدك تعملي شعرك؟ هل من صبغه شعر بدك؟ هل من تنظيف بشره بدك؟ هل من راحه نفسيه بدك؟ كيف فستانك بده يكون؟ كيف عريسك؟ انو اطول انت ولا عريسك؟ كيف المستوى اللي بده يكون انتم ماشيين مع بعض؟ فستانك الاكسسوار للسياره، الاكسسوار للعروس، لازم هيك تمري عنده. انا بحصل لي الشرف ست ساندي انك تمر لعندي، والف مبروك لك. وبعطيك النصيحه تامي، من صبغه شعرك، من وجهك، من البشره، من الفاشن، من بدله العروس، من الستايل للعروس، من وقفتك عريس، بقدر احكي لك الوضع هيدا كلياته، وبقدر ارسمك رسمي كامل على الكمبيوتر وبطلعك باحلى صوره، وبتقولي له لا هيك بدي، هيك بدي، لا هيك اجمل، هيك اجمل. حتى الاكسسوار بقدر احط لك اياه، باخذ صورتك، بركب لك كل شيء لك، وبتكوني انت باحسن حال. والف مبروك لك ست ساندي، وان شاء الله يا رب بتمنى لك كل الخير. الله يتمم لك على خير منا ومن مسيو خليل. عبد الله السواعي صديق البرنامج ومتابعك عبد الله. هذا حبيبي عبد الله. صباح الخير عبد الله. صباح الخير. صباح النور. صباحك. صباح الخير إليك وصباح الخير للمسيو خليل، وكل عام وانتم بخير. وانت بخير، ينعاد عليك. وانت بخير. وحقيقة يعني دائما احنا بنحييك ومتابعين لكل برامج قناة نورمينا. وسؤالي للمسيو خليل حقيقة يعني بتعرف انت بالنسبة لسؤالي، يعني انا بالنسبة للنقابة العامة لصالونات التجميل. تفضل. يعني الان احنا بتعرف انه صالونات التجميل عندنا في المملكة يعني خلينا نقول كثرة، وخاصة بنسبة كبيرة، سواء كان في العاصمة عمان، في إربد، في الصلت، في كل المدن الأردنية، وخاصة لصالونات التجميل. انا اللي بدي اساله بالنسبه للصبايا اللي بيشتغلوا بصالونات التجميل. نعم. او الشباب اللي بيشتغلوا بالصالونات مثلا، يعني وبتلاقي صاحب العمل، بتلاقي صاحب العمل اذا ما عجبهوش بعد شهر او شهرين بقول له مع السلامه. كيف بدنا نضمن احنا للصبايا او للشباب انه يعني مستقبلا انه يكون عملهم مستمر؟ يعني
انه ليش ما يكون في عقود ما بين صالونات التجميل للسيدات او للشباب مع اصحاب العمل؟ وهل تضمن نقابة صالونات التجميل حقوق اللي بيشتغلوا عند يعني بتلاقي صبية؟ وصل سؤالك سيد عبد الله. خليه يكمل. استاذ عبد الله صباح الخير، وصباح لكل الزملاء الاكارم في مهنة التجميل واعضاء ما واعضاء الزملاء اعضاء مجلس النقابة عندنا. أنا كنت عضو مجلس نقابي وكنت أتابع بالموضوع هذا دائما، لكن إحنا قبل كنا لما تدخلت مؤسسة التدريب المهني، وبوجه لهم تحية للمهندس هاني إخليفات، كثير شاب وكثير من الشباب المحترمين جدا وإله باع طويل في خدمة التكنيك العلمي وخدمة التدريب المهني، وبوجه تحية لمسو إياد كمان، إنه إحنا اتعبنا وكثير حكينا وكثير حكينا وكثير حكينا عن أصحاب عن اللي لهم صالونات تجميل، لكن النقابة ما بتقدر تفر كل يوم على صالون وتشوف الكادر اللي عنده مين. هون اللي بيصير اللي عندنا إحنا كمؤسسة تدريب مهني، إنه صرنا إحنا خاليين المسؤولية، وصارت المسؤولية لمؤسسة التدريب المهني هي اللي بتعطي مزاولات مهنة لكي يفتح صالون. يعني أنت أستاذ عبد الله حكيت مش مستحيل واحد يكون له 3 أشهر 4 أشهر ست راحت تعلمت بأكاديمية وتعلمت بصالون وتعلمت بكذا وراحت فتحت صالون. سابقا كان القرار عندنا يقعد 4 سنوات مسجل في النقابة العامة لأصحاب صالونات التجميل ويخضع للفحص العلمي والتكنيك للشعر، بعدين يأخذ مزاولة مهنة، بعدين كان مقيم ومسند للنقابة العامة لأصحاب صالونات التجميل. ناخذ اتصال سما من عمان. ألو صباح الخير سما. صباح الخير أحلام، كيفك حبيبتي؟ تمام، كيفك أنت؟ تمام الحمد لله. بقدر أحكي من سما بنسي خليل سريع؟ تفضلي سما، أهلا وسهلا فيكي. كيفك أستاذ خليل؟ يسعد صباحك، أهلا وسهلا. بس علينا صوتك لو سمحتي. أستاذ خليل، بس أنا كنت حابة أشكرك كتير على التاتو اللي عملت لي إياه. الله يخليك يا رب، لأنه كتير كتير نايس طلع، والكل بيسألني وين عملتي، والبدل الكل عليك. الله يخليك، أشكرك ست سما. وأنا يعني إجا بوقته مسيو خليل؟ بالضبط، دايما بوقته مسيو خليل. الله يخليك أنا يعني لو ما مسيو خليل ما عرفنا نعمل حالنا. الله يخليك يا رب. تسلمي وصباحكم سكر يا ربي. الله يخليك. الله يسامحك بالخير، تابعينا سما. اوكي اكيد خليل. انا متابعتكم دائما، يعني حلقاتكم ما عم بتفوتني، وبشكركم. بوجه لكم تحيه ويسعد صباحكم، وانا ان شاء الله بخدمتكم دائما، وبعطيكم الافضل وبعطيكم صوره كثير حلوه بالنسبه للتتواج وللعرايس ولتركيب الشعر. ويا ريت هيك يوم تعملنا حلقه هيك عن تركيب الرموش. تكرم عينك، تكرم. احنا بدنا نحكي هلا بالنسبه لتركيب الرموش للعروسه، بس بعد ما نطلع هالفاصل خليكم معنا. عندك مشكلة بالشعر، حواجبك، بشفايفك، بالبشرة؟ بدك تنحل مشكلتك؟ ما عليك إلا تتواصلي معي في برنامج جيتي بوقتك يا خليل.